التسبيح خدنا بعيد وياك. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة انجي. مستر يوسف عايزنا نعمل له كامبين للبروجكت الجديد بتاعه، ومصمم ان انتي بالذات اللي تشتغلي عليها، مع انه بيقول ان في ناس احسن منك كتير. احنا لو منك اسمع كلامه بنفسك يا مستر يوسف. شغلي بحب اباشر فيه الصغيره قبل الكبيره، حد يقدر يلومني؟ طب تحب اعمل ايه؟ اتنقل ولا اقدم استقالتي خالص عشان حياتك تعرف تعمل شغلك براحتك؟ احب افهم انت ليه بتعملي كده ما دام مفيش حد في حياتك، ولا فيه؟ لا مفيش، وما عنديش استعداد خالص ان يبقى في حد. طب ليه يا انجي كل ما اقرب منك تعملي اللي انت بتعمليه ده؟ ما هو انت لازم تفهم ان ده رياكشن مش اكشن، ان القبول دي حاجه بتيجي كده من عند ربنا، ملهاش دعوه بيك انت شخصيا. ولو ان انا مقدره جدا ومحترمه الاصرار اللي انت فيه ان يبقى في حاجه ما بيننا، بس انا ماليش طاقه ان انا ادخل في اي حاجه دلوقتي. انا راجل غاوي صيد، والصيد بيعلم الصبر، وبحبك يا انجي. بتحبني مرة واحدة؟ بلاش بحبك يا ستي، معجب بيكي ومن زمان وانتي عارفة، وعندي استعداد ان انا اصبر واستنى لحد ما تفتحي لي قلبك وتديني فرصة بجد، ساعتها تعرفي قد ايه انا عايزك فعلا. عموما انا ما كنتش جاي اعمل الكامبين دي ولا حاجة، انا كنت بحاول بس عشان اقولك الكلمتين دول كلهم. وعلى فكرة شكلك حلو قوي النهاردة. على فكرة في كافيهات كتيرة جنب الكلية تقدروا تروحوا ترغوا فيها. انتوا جايين هنا تقعدوا زي البنشات وتركزوا في اللي انا بقوله.
مين الفنان الموهوب اللي رسم الرسمه دي؟ ده مكانه مش هنا، وعشان كده انا هكافئه، هرفضه. مين اللي رسمها؟ انتوا! اسفه يا دكتور. تترفض؟ تترفض ليه يعني؟ قليلة الأدب ومش متربية. ما هو لو على قلالات الأدب زماننا رفضنا الكلية كلها. لا بس دي عدت الخط الأحمر. إزاي؟ عملت إيه يعني؟ وصلت بيها السفالة إنها تستهزأ بيا أنا شخصياً. معقولة؟ إيه اللي حصل يعني بكل ده؟ بس اللي أوريهولك ده ما ينفعش حد تاني يشوفه. وريني إيه؟ صورة راجل، إيه علاقتها بيكي؟ ده أنا. أنت فين؟ بقول لك راجل. هي رسماني على إني راجل، بتتمسخر بيا. لا يا شيخة لا، برسمك على إنك راجل ليه يعني؟ عشان ملامحي جامدة، ومانيش في الدلع ومقاس البنات. أيوة أنت ملامحك جامدة، بس ده ما يقللش من قاستك. يا دكتور سعد لو سمحت، خلينا في البنت اللي لازم تترفض دلوقتي. بس هو عقاب الرفض دوت عقاب قاسي جدا. والله لو حضرتك شايف ان الاستهزاء بيا ما يستاهلش عقاب قاسي، يبقى اسمح لي اعتذر عن مادتك، لان انا مش هتواجد مع البنت دي في اي حته، ولا في السكاشن ولا في الكليه. طب ثانيه واحده بس اسمعي. مفيش ثانيه واحده، يا انا يا هي في مادتك، واختار دلوقتي. لا اختارك انت يا فيفي. ويا ريت فيفي ده كمان ما يبقاش قدام الزملاء. ماشي هقولهولك لما انا ابقى لوحدي. هشوفك في العياده. بجد عملت اعتذار على الترم ده؟ اه ليه؟ هيطلع سلم المجد يا ستي. انت حتى ايه ما قلتلهاش؟ زياد ومروان بيعملوا بند جديد، جالهم عرض كده ان هم يعملوا تور في كذا اوتيل، شرم ودهب وطابا، كانوا عايزين جيتارست، فقالوا لي وهروح اشتغل معاهم. تور؟ قد ايه؟ يعني ست شهور ويمكن اكتر. ست شهور؟ مينيمم ست شهور. وانت شايف ان ده عرض مغري لدرجه ان انت تاجل ترم؟ قشطه يعني. احنا كده كده بندرس عشان نتخرج ونشتغل في السوق. جالي شغل قبل ما حتى اتخرج، اقول له لا الدراسه مش هتطير. بس انت عمرك ما كنت بتحسبها كده. المره دي حسبتها كده ايه؟ انت بتهرب مني؟ بتهرب لدرجه انك مش عايز تقعد معايا في بلد واحده؟ صح؟ صح. ايه مش فيهم عايزين؟ كنت عايزك في موضوع كده. هاي انا طالبه في طب اسنان عند اختك دكتور افنان. هاي وانت مالك انت؟ ايه اللي دخلك في الموضوع ده؟ البنت قريبه عمرو صاحبنا وكانت منهاره وبتعيط وهي بتحكي لي. حرام عليك يا فيفي، حرمت عليك عيشتك انت وهي. ده مستقبلها يا فيفي. ملعون ابوها على ابو مستقبلها. والله لو كانت خايفه قوي على مستقبلها كانت تركز في محاضراتها، لكن دول شويه عيال ضايعين بيدخلوا الجامعه عشان يتمرقعوا ويحبوا ويصاحبوا ويستخفوا في دمهم. وندمانه وحلفت لي 100 يمين على المصحف انها مستعده تيجي تعتذر لك وتبوس راسك كمان. وانا مش قابله الاعتذار ومش هرجع في قراري. واخرجي بره بقى عشان انا مش فاضيه لمقاسه العيال دي. ايه الافتراء ده؟ ولما انت شايفه انها مقاسه عيال بتحطي عقلك بقى على العيال ليه؟ قلت لك ما تتدخليش في حاجه ما تخصكيش. بالراحه بالراحه بس. وانت عايزه انت كمان؟ في ما احنا كلنا كنا عيال يعني، كلنا عملنا مقلب في مدرسينا عادي. والله ده انتوا عاملين حلقه نقاش بقى حوالين الموضوع ده. مش مسموح لكم تتدخلوا في حاجه تخصني وبالذات شغلي. واذا كنتوا انتوا كنتوا سفله وتافهين وبتعملوا مقلب في مدرسينكم، انا ما كنتش. وطول عمري بحترم نفسي وبحترم اساتذتي.
طيب انا مش فاهمه اصلا هي عملت ايه البنت عشان تستاهل كل ده. اتكسفت تقولي وفيفي كمان مش راضيه تقولي. المهم ان البنت ندمانه وعايزه تعتذر لها. انا مفتريه. اه مفتريه وظلمه واللي بتعمليه في الناس ربنا هيردهولك. ما بلاش انت. بلاش انا ايه؟ بلاش تتكلمي عن عقاب ربنا للي بيظلم حد. قصدك ايه؟ قبل ما تتكلمي عن الناس روحي بصي لنفسك وروحي قولي للحيوانه اللي بعتاكي عشان تتوسطي لها. طول ما انا معيده الماده دي هحرمها منها. ومش السنه دي بس، انت بتعملي ايه؟ هو ده بقى بذمتك لو البنت كانت عملت اي حاجه غير انها رسمت لك الرسمه دي كنت فصلتيها؟ كلمه واحده زياده في الموضوع ده هندمك انت كمان اكتر منها. اخرجوا بره. انا مش فاهمه انت زعلانه ليه؟ ما هي شبهك فعلا. ماشي يا هي. انت قلت الادب على فكره. هي اللي استفزتني عشان دي ظلمه ومفتريه. لو كنت شفتي منظر البنت وهي مذلوله وبتعيط وكل ده ليه؟ ما هي لو ما كانتش عامله زي العسكري فعلا ما كانوش اشتغلوها. الناس اللي زي اختك دول هم اكتر ناس انا بكرههم في حياتي. انت مش فاهمه هي مكروهه من الطلبه ازاي؟ محدش بيحبها. دول كاتبين الماده اللي هي بتدرسها. وبعدين تستغربوا ان محدش بيحبها ولا بيتقدم لها، يحبوها ليه؟ هو قاعد قدامي اهو بيلغ في الناتس اللي انت لسه جايباها امبارح، هيخلصها لنا يا زيزي. بتقول لك لما تيجي هتعمل لك المكرونه اللي بالجمبري. لا يا حبيبتي ميرسي، مش محتاج حاجه. خدي بالك من نفسك انت بس. اه بقول لك ايه؟ اقفلي اللوك اول ما تطلعي على الدائري. وانا كمان. باي يا حبيبتي. تلاتة بالله العظيم انت خسارة فيك ضفر زيزي دي. أعظم ست في الدنيا كلها. فأنت بالكفاءة على عظمتها بأنك بتخونها. شوف كلام الناس الكومن. أنا عمري ما بطلت أحب زيزي من ساعة ما عرفتها ولا ثانية واحدة لعلمك بقى. أمال طابور النسوان اللي أنت عرفتهم عليها دول اسمهم إيه؟ والطفلة الصغيرة اللي أنت رايح تعيش معاها نزوة عواجيز دي يا هشام. تسميها إيه؟ زيزي حب تاني، أنت مش فاهم. أي حب تالت. ولا هي نزوة ولا هي زيزي. ايه دي حبها عيل في سن ابنك طارق، نقول معلش ده اكبر منه بسنتين تلاتة. ينفع يبقى حب. لكن الوضع بتاعك ده نسميه ايه؟ واحد بيحب واحدة ضعفها في السن واستاذها في المعهد. يا راجل دي كانت لسه اول امبارح بتقول لك يا اونكل. فجأة تتحول لعيل مراهق وتقول لي بحبها ومش قادر اعيش من غيرها وتروحوا تتقابلوا في السر في شقة البروفات. ده ما اسموش حب، ده هشام، دي مراهقة متأخرة. امسك امسك امسك. ايه؟ صب صب. كفايه ما تستهبلش. كفايه ايه؟ مش الدكتور قال لنا ان الواين حلو للشرايين يا نجيب؟ ما تستعبطش، الدكتور قال لك كاس مش ازازه. بقول لك ايه؟ بطل الوصايه بتاعتك دي. لا انا بحبها ولا هي لايقه عليك. كفايه عليا وصايه زيزي. كفايه عليا ام واحده. بس زيزي مش امك يا هشام. زيزي مراتك. امي. من ساعة ما عرفنا بعض من زمان وهي بتحسسني انها امي. تحتويني وتطمني وتفتح لي حضنها من قبل حتى ما اطلبها. طيب ولما انت قلبك عمران كده بحب زيزي ازاي بتقول انك بتحبها ايه؟ ما قلنا ده حب تاني خالص. انا صديتها في الاول يا نجيب. صديتها لما لقيتها بتتعامل معايا مش باعتباري استاذها. عارف اني ممكن اكون بظلمها. بس ما اعرفش ايه اللي حصل. فجأة وانا بلحن مزيكة فيلم سعيد. لقيتها فجأة بتنط في خيالي وكأنها بتدندن كل نوتة انا بكتبها في اللحن. ما قدرتش احرم نفسي من الحب ده. من يومها بقت هي الوحي لكل لحن انا بلحنها. انا اللي بيني وبينها ده اسمه حب، بس مش حاجه تانية. واللي بيني وبين زيزي حب برضه، بس ده حب وده حب. اسمه انانيه.
جيت ليه؟ مش عامل فيها مقموس؟ هي اللي جابتني. انت اللي جبتيه؟ والنبي لا، ده اول ما قلت له ان انا عايزه اجيلك قبل ما تنيه كان بيركن قدام الجنب. من امتى انا وانت بنتقمص من بعض؟ ايه الحركات البلدي دي؟ لا مش حركات بلدي، بس انت كمان ما تصفيش على اخوي. انا ما صفيتش على اخوك على فكره، بس اخوك ده طلع مسخره. تعالى ما اوريكوا حاجه. ودي انا فين يا رشا؟ البنت دي صغيره لسه ما بنهاش في الكلام ده. هي يا نهار ابيض يا نهار ابيض بجد بيوتيفول يا رشا. بيوتيفول ايه بس؟ بعدين ده اخويا ده. تصدق ما خدتش بالي؟ هبقى احطها في المعرض بتاعي اذا عمري في يوم من الايام عملت معرض. ما هتحطي بقى في المعرض بتاعك من غير ما تاخدي رأي الموديل يعني ولا ايه؟ اكيد هيقول اه. لا هو مستحيل يقول اه، هو اكيد هيقول لا. يا بنتي ده مكسوف يبص على نفسه في المرايه من ساعه الحفله. بس مذمتك مش حلوه؟ ما هي المشكله انها حلوه الصراحه. معقوله يا ماما؟ ده ولا فيلم من افلام زمان. ما امك اياميها كانت فشر مجد على لبنى عبد العزيز. ولا يا عيني يوم ما افتكرت انه غدر بيها وهاجر على بلاد بره كانت هتموت من القهرة وقالت خلاص زي ما باعني هبيعه وانساه وراحت اتجوزت ابوكي. ولو كان صبر القاتل على المقتول كان زمانك دلوقتي بقى اسمك انجي عبد السلام. بس يا وليه ما ينفعش تقولي الكلام ده، ده ابويا برضه. صح، كفايه ان هو كان السبب ان انا خلفتكم. طيب خلينا بس احنا في موضوع سالمون دلوقتي. يا اختي زفر قوي اسم سالم وندع الجدع، ده هو اللي خلى ايام امك عسليه. ايه اللي اختشي؟ ايه ده؟ طيب فهميني بقى كده بشويش، يعني هو جه وكشف سر السنين عشان هو عايز ايه يعني؟ هيكون عايز ايه يعني؟ اللي بيعوزه اي راجل من اي ست. تهبلت يا وليه؟ لا الجواز يما، الجواز. انت بقى اللي فكرك قبيح. جواز ايه بس؟ هتلبسي الراجل تهمه؟ لا يعني هيكون عايز القبيح يعني؟ كان عايز يصلح سوء التفاهم وما قدرش يصلحه طول ما ابوكي عايش، لان هو راجل محترم وبيراعي الاصول. طيب ودي صلح سوء التفاهم، عايز ايه بقى يعني قفر الشغل اللي هو مديهولك ده؟ يعني على اساس ان انت خبيره النباتات الاولى اللي في العالم؟ اصلا الكلام في حاجه زي كده ما ينفعش. ابوكي ما بقالوش سنه، وحتى لو فات 10 سنين هفكر انا في الجواز وعندي 3 عرايس. يا ماما ما بقاش في حد بيفكر كده، ده تخلف. انا لو سمعت على واحده في نفس ظروفي وحبت تتجوز هقول عليها ست مش مظبوطه. عشان هتبقي غيرانه منها عشان مش عارفه تعملي زيها. انما انت ست طيبه وربنا بيحبك واداكي الفرصه انك تعيشي قصه حبك تاني. الفرصه دي ما بتجيش للناس كتير، هتضيعيها من ايدك تاني؟ مركز في المزيكا خالص، متضايق من نجيب قوي كده؟ انا عمري ما اتضايقت من نجيب اهي، بس يمكن الكلام وجعني وفوقني شويه. انا فعلا اناني. طب وايه يعني؟ ما انا كمان انانيه، انا اللي عملت لك فيها عيله واعتزلنا عليك لحد ما حبيتني. أنا عارفة إنك بتحب مراتك. أكيد كل شوية عمال يقول لي عيلة كل شوية. كنت عايز أقول له إن أنا بحس أوقات كتير جدا وأنا معاها إن أنا أعيل منها بكتير. كنت عايز أقول له إن هي أنثى أكتر من ستات كتير أوي أكبر منها. كتير. بس ما رضيتش أقول له. عشان دي حاجة بتاعتنا على الاتنين بس.
انا موافق يا عمتي. وانا كمان. وانا كمان موافقه. جت بالراويه وسماويه وقللت الادب، الحق عليا اللي طلعت ناديتها. ايه شتمتك ولا ايه؟ شتمتنا كلنا يا اخوي، وقالت لي ولعوا كلكم في بعض. وقالت لي هي مش عياله بريال، لو عايزه تشتغل تشتغل، لو مش عايزه ان شاء الله عنها. بس انت موافقه انها تشتغل يا بسابيسو؟ ايوه طبعا. وانت يا احمد رايك ايه؟ انا رايي من رايي فيفي يا ماما. ايه اني اولع؟ لا العفو يا ماما، مش قصدي طبعا، انا قصدي ان حضرتك حره، عايزه تشتغلي تشتغلي، مش عايزه براحتك. مالك يا احمد؟ مالي؟ انا كويس. لا بقالك كام يوم قافل على نفسك، وبقالك مده ما بتروحش الشغل. زهقان عادي يا ماما، على طول زهقان. صباح الخير. وانت من اهل الخير. في ايه؟ ماما لو شاف الصورة اللي اترسمت له هو كمان هيعمل ايه؟ دي بقى اللي انا نفسي اشوفها. صورة ايه؟ صورة ايه؟ خلاص بقى على بركة الله هنزل الشغل. انت من الناس بقى اللي بتحب تختفي وما تردش على تليفونها والحاجات دي؟ لا انا مش قصدي بجد. امال ايه؟ قاطعين عنك الخط؟ بصراحه انا مبسوط منك قوي من يوم. لا والله. ايوه مش عارف اللي انا عملته ده، هزقت نفسي وصغرتها وعرتلت وقلت كلام مش انا اصلا مش فاكر انا قلت ايه. قلت ايه يعني؟ قلت كلام لطيف جدا وموزون جدا، ولا يزعل ولا يكسف ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. وبعدين لو انا كنت زعلانه منك كنت هبعت لك مسج تاني يوم عشان اطمن عليك؟ غير طبعا ان انت بقى كنت فضول هيموتك، يعني ان انا ازاي مش متجوزه وعندي بنتين. الفضول لسه هيموتني على فكره. هوريهم لك؟ بص يا سيدي، دول بنيتي اللي انا متبنياهم. متبنياهم؟ ربنا يطمن قلبك. كنت متغوش قوي كده؟ جدا، دي تاني مرة تشتغلي فيها وتغوشيني كده. مرة تانية يوم حفلة آدم لما قابلتك مع أخوك ولا معرفش مين أخوك. طب وده إيه اللي يغوش كده يا هشام؟ يعني موقفينش فيهم شبه من بعض. اسمعي كلامي يا زيزي، بيلا بتقولي انها ست سرها باتع، بتقولي الحاجات بالاسامي. بيلا دي مجنونه، ما تتخيرش عنك يا حبيبتي. فنجان ايه ده والنبي اللي انتوا عايزيني اروح اشوفه؟ انتوا ستات فاضيه ومخكوا ضارب. الو؟ الو مدام زيزي؟ ايوه يا فندم، مين معايا؟ حضرتك عارفه ان الاستاذ هشام جوز حضرتك على علاقه غراميه بطالبه عنده في المعهد اسمها آية إبراهيم أبو المجد. مين بيتكلم؟ كده بعد المكالمة 11 ونص. مدام يا أنسة الباقي الكلام ده حقيقي؟ أكيد لأ، ردي يا آية. ما تردي يا آية.
في حاجه بينك وبين هشام شرف ولا هما بيبالوا عليك؟ ما تتكلمي يا بنتي. مش قادره تكذب وتقول مفيش حاجه، متربيه قوي السفله. مستحيل تعمل كده. مش كده يا ايه؟ من امتى؟ وحدود العلاقه دي واصله لفين؟ ايه اللي بينك وبين هشام؟ وبقالك قد ايه مقطع صلاه كلها؟ دوما انت بتتصرف؟ انا مزعلي؟ مفيش مخلوع على وجهي وقت ملحق بنص اختي، انت فاهم؟ شايف تربيتك؟ اعتبرني ما تربيتش. خاف على سنك وما انك 20 و200 شر. ما تخافش على نفسك معايا. حسابك معايا بعدين. تتحب ازاي الكلمه ما بتخرجش بره باب البيت ومحدش يزورها والتليفون يتسحب منها، واللي ما عرفتيش تربيهم انا هعرف اربيهم كويس. عشان مكالمة التليفون من فعل خير زي الأفلام تقوم انت تصدقي؟ مش مكالمة التليفون هي اللي خلتني مصدقة ومتأكدة. أنا عارفة وحاسة من زمان، بس كنت بقول معلش ما تركزيش، دي نسوة خايبة من نزواته. المشكلة إن أنا في كل مرة ببقى فاكرة إن أنا حاست، أرجع أكتشف إن أنا بتوجع نفس الوجع. لكن لما توصل لعيلة صغيرة، عيلة من دور ابنك، تلميذة من تلامذتك، يا موسيقار الأجيال، يبقى لأ. ولمجرد إن أنت حاسة بقى أنا فعلا في علاقة مع البنت دي؟ كدب خايب قوي، وفي كل مرة بعرف إن أنت بتكدب. مفيش مرة ما بعرفش. احترم ذكائي بقى مرة واحدة يا أخي بلا قرف. أنا زهقت. زيزي لو مشيتي وسبتيني أنا هقع تاني، بس المرة دي مش هتلحق. ما ينفعش أبقى لوحدي، أنت عارفة ومتأكدة إن أنا بحبك. عمري ما قصدت إن أنا أوجعك، وأنت بتحبيني مش هتسيبيني. والله العظيم اخر مره، وحياتك عندي وحياة طارق. كم مره وعدتني الوعد ده يا هشام؟ انا اللي بقول لك المره دي انا مش هسمح ان ده يحصل تاني، والله العظيم ما هقبل إن ده يحصل لي تاني. حاضر. عادي عادي. أنا آسف. عاملة إيه؟ المهدي عامل مفعوله، قعدت اطبطب عليها لحد ما راحت النوم. تطبطب؟ هو انت شايف اللي عملته ده يستحق الطبطبه؟ اه يستحق الطبطبه، ولو انت شايف غير كده خش هات سكين من المطبخ واطلع غرزه في قلبها. هو انت ازاي مش شايفها غلطانه؟ لا شايفها غلطانه، بس انتوا لازم تتكلموا معاها تفهموا منها، مش تقف تتفرجوا عليها بتتضرب. هي ما قالتلكش حاجه؟ لا بس كانت ماسكة صورة بابا وحطها في حضنها وبتقول بتقول انها عايز تروح، ده اسمه انهيار عصبي. تسمعوا عنه؟ والله ما عارفه الليله دي عدت عليا ازاي. قلقانة عليها جدا، طول الليل رايحة جاية على أوضتها،
حتى القرص اللي ادم ادهولي يا دوبك غفلت ساعتين. عايزاني اجيلك؟ لا لا، تجيلي تعمل لي ايه بس؟ انا هقوم اطمن عليها واحاول اكلها اي حاجه. احب اكلمك تاني. طب خلي بالك من نفسك والراحه على ايه. حاضر، مع السلامه. ويفرحوا لو تكون فرحة وده منك.